التبري يعني صنع الحاجز النفسي والاجتماعي. قضية الحاجز النفسي والاجتماعي قضية مهمة. احنا من الناحية الفقهية عندنا احدى المحرمات، راجعوا كتاب الأطعمة والأشربة، أن يجلس الإنسان على مائدة يشرب فيها الخمر. إحنا الآن نتنفر من شرب الخمر، أصلاً تصور شرب الخمر ربما يكون مقزز لنا، لكن إذا واحد جلس على مائدة يشرب فيها الخمر، هذا الحاجز النفسي اللي هو 100% بالمرة الأولى ينخفض يمكن إلى 80%، بالمرة الثانية يمكن ينخفض إلى 40%. هؤلاء الأفراد ما كانوا يمثلون أفراداً، وإنما كانوا يمثلون مناهج. الحجاج يمثل منهج، وهذا المنهج قابل للتكرر في كل مكان وفي كل زمان. ما تكرر الحجاج في العراق، ما شفنا حكومة الحجاج في العراق، قابل للتكرار. العثمانيين الذين حكموا ما كانوا نماذج للحجاج، كل واحد منهم أو أكثرهم. الأمويين اللي حكموا، العباسيين اللي حكموا ما كانوا نماذج للحجاج، كثير منهم. هذه النماذج قابلة للتكرر، يجب أن يصنع هنالك حاجز نفسي واجتماعي تجاه هؤلاء الأفراد حتى هذا النموذج لا يتكرر. إذا أكو طفل فاسد في المحلة، ابنكم اختلط وياه، كان هذا الرجل الفاسد عظيما في نظر أطفالكم أو لا صديقا، هذا يتعلم منه. لابد أن توجدوا هذا الحاجز في أطفالكم، هذا مو خوش إنسان، حتى لا يتعلم منه ولا يتعلم منه. لذلك شوفوا الخط الآخر، الذين، هاي الملاحظة لاحظوها تاريخيا، نماذج تشبه الحجاج في الخط الآخر أكثر من خط الموالين لأهل البيت. هذا معجب بالحجاج أو ما عنده حاجز نفسي تجاه الحجاج. كم يوجد في الخط الآخر حجاج؟ لأنه ما عندهم حاجز نفسي كثير منهم تجاه هذه النماذج. أما في خط أهل البيت نموذج الحجاج أقل، ما أقول ماكو ولكنه أقل. هو من يعرف الذي يظلم أنه حجاج آخر، الناس يعرفون أنه حجاج، كيف يصنع هذا الحاجز؟ بالتبر، باللعن. أنت عندما تلعن شخصا تبتعد عنه، تتنفر من أعماله، تحاول أن لا تكون مثله.